وللمزيد حول هذا الموضوع يسرنا أن تنضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة ندى السعيد، الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية في مجلس التنمية الاقتصادي. أهلا بك أستاذة معنا في نشرة الثالثة. بداية، ما هو مدى توافق حجم الاستثمارات المستقطبة في عام 2022 مع خطة التعافي الاقتصادي؟ مساء الخير. في البداية حبيت أشكر تلفزيون البحرين على هذه الاستضافة وإتاحة الفرصة لتسليط الضوء على جانب مهم جدا متعلق باقتصاد مملكتنا وبيئتها الاستثمارية. طبعا احنا فخورين في النمو المستمر اللي تشهده الاستثمارات الواردة للمملكة خاصة بالمقارنة مع دول المنطقة والعالم، ذلك طبعا بحسب البيانات اللي تم نشرها في تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. والارتفاع في الاستثمارات الواردة لمملكة البحرين يدل على أن بيئة الأعمال البحرينية هي فعلا مواتية للاستثمار، وأن البحرين تحظى باقتصاد متنامي يوفر فرص استثمارية نوعية وواعدة للمستثمرين المحليين والعالميين. وإحنا في مجلس التنمية الاقتصادية ماضون في القيام بدورنا لترويج الفرص الاستثمارية في البحرين، وطبعا بالتعاون مع كافة أعضاء فريق البحرين وبما يتوافق مع خطة التعافي الاقتصادي. طبعا هذه الخطة تهدف للتنويع الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات والمشاريع في القطاعات الرئيسية، مما من شأنه خلق فرص العمل للمواطنين إلى جانب خلق الفرص الاستثمارية في القطاع الخاص البحريني، كما تم إنجازه في العام الماضي إلى جانب ما يتم العمل عليه حاليا. فذلك يشير إلى إحنا طبعا فعلا على طريق الصحيح لتحقيق الأهداف المرجوة إن شاء الله. نعم، الأستاذة ندى السعيد الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية في مجلس التنمية الاقتصادية، شكرا لك على هذه المداخلة.